طبقيه على الوجه كله حتى على دائرة العينين ونامي به إلى الصباح. ستلاحظين أن بشرتك أصبحت شابة ومشدودة ونظرة ومتألقة. كريم الشاي الأخضر لن تجديه في مكان ثاني. كريم طبيعي يعالج جميع مشاكل بشرتك ويمنحك النتيجة المفرحة بإذن الله. من أروع الوصفات في قناتي، من أروع الكريمات في قناتي، تعمل على تفتيح لون البشرة، تزيل اسمرار الشمس، البقع الشمسية، تجعل الوجه موحد اللون، كذلك تمنح البشرة الترطيب وتخفف من ظهور الخطوط التعبيرية والتجاعيد. أولا نحتاج إلى كريم نيفيا. القليل من كريم نيفيا نضعه في صحن. نضيف لها القليل من نشاء الذرة، كورن فلاور، المايزينا، ربع ملعقة. القليل من زيت اللوز الحلو، يمكن استبداله بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. نضيف لها القليل من عصير ليمون حامض، والتي بشرتها تتحسس من الليمون الحامض يمكنها استبداله بعصير البرتقال. نضعها في برطمان. ليلا في المساء قبل النوم على بشرة نظيفة نطبق الخلطة، ادهنيها على الوجه وعلى الرقبة حتى يتشربها الجلد تماما، ثم نامي إلى الصباح. في الصباح اغسلي الوجه بالغسول اليومي وجففيه جيدا ورطبيه، وضعي واقي شمس على الوجه سواء كنت في البيت أو خارج البيت، لأن الإضاءة الموجودة في البيت تؤذي نسيج البشرة أيضا. قرر استعمال هذه الخلطة يوميا كل ليلة قبل النوم، ممنوع استعمالها في النهار. الكريم الصالح للاستعمال لأسبوع، وبعد أسبوع اصنعي كمية جديدة، خبيها في الثلاجة البراد، حاولي تجنب تسرب الهواء إليها. سأقترح عليك وصفة كريم ثاني بنيفيا والجليسوليد أو الجليسيرين، شوفي الطريقة. كريم نيفيا أو جليسيرين أو جليسوليد أنا سوف أستعمل المتبقي في الكريمة، نصف العبوة تقريبا. نضيف لها حليب مجفف، اختاري أي نوع من الماركات المتواجدة عندك. أعصري عليها القليل من عصير ليمون حامض أو عصير البرتقال أو ماء الورد. يمكنك إضافة القليل من الكركم، هذا أمر اختياري. يدهن مساء قبل النوم بعد تنظيف البشرة على كل الوجه، على الرقبة، حتى تشرب البشرة تماما. إذا أردت أن تتركيه لمدة ساعة كاملة وتغسلي الوجه لك ذلك، إذا أردت أن تتركيه ليلة كاملة يمكنك ذلك. وفي الصباح أغسلي الوجه جيدا بالغسول وجففيه، قومي بترطيبه. وإذا كنت بصدد مغادرة المنزل والمشي تحت أشعة الشمس، ضعي واقي شمس مناسب لنوع بشرتك. الكريم ممتاز في تفتيح لون البشرة، إزالة الشوائب، ويمكن إضافة الكركم إليه. خلطة مذهلة تجعل الوجه يلمع صافي، ليس فيه بقع، ليس فيه اسمرار الشمس، كذلك تعالج التجاعيد وترطب البشرة، مدعمة بمكونات في مصلحة الجلد، تغذيه وترطبه. دوموا عليها واختاروها حسب نوع بشرتكم، وإذا كانت البشرة تتحسس من عصير ليمون حامض يمكنك الاستغناء عنه. العنصر الأول في صنع هذا الكريم الليلي المضاد للشيخوخة والمرطب للبشرة والمزيل للخطوط التعبيرية، نحتاج إلى الشاي الأخضر المطحون. اطحني الشاي الأخضر في الهاون المهرس، يعني اجعليه مثل الدقيق، وضيفي له الماء الساخن المغلى، اتركيه يتخمر لبضع الوقت، ثم قومي بتصفيته. الشاي
الأخضر، معروف أنه مضاد للأكسدة، يحارب علامات التقدم في السن، يجعل البشرة شابة، يجدد خلايا نسيج الجلد. بعد أن قمنا بتصفية الشاي الأخضر، نأخذ القليل من منقوع الشاي الأخضر، مقدار 3 ملاعق كبيرة. نضيف له 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا. الألوفيرا جال، يمكنك استعمال جل النبتة ويمكنك استعمال جل بذور الكتان من أجل صنع كريم رائع لإزالة التجاعيد والخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن وتنعيم البشرة في نفس الوقت وتدعيم البشرة بخصائص مضادات الأكسدة. ضيفي له إما زيت الأرغان المغربي أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون. إذا متوفر عندك زيت الزيتون ضيفي ويناسب نوع بشرتك طبعا، أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان، لكن اختيار في 3 زيوت هذه. سأضيف له ملعقة من زيت الجوجوبا، وأنت ضيفي الزيت اختيارية التي قدمتها لك من أجل الحصول على كريم الشاي الأخضر المعالج لكل مشاكل البشرة، يعتبر كريم ليلي ويعتبر سيروم ليلي. استمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي. يدهن هذا الكريم مساء قبل النوم بعد إزالة المكياج تماما. يمكنكم استعمال هذا الكريم في النهار، لكن لا تضعوا زيت الزيتون فيه، ضعوا زيت السمسم أو استغنوا عن الزيوت واستعملوه في الليل وفي النهار. وإذا أردتم استعماله ككريم وسيروم ليلي فقط، ضعوا فيه الزيوت المناسبة أيضا. يطبق على البشرة تكون نظيفة مزال منها كل المكياج، ويدهن بالطبطبة مساج دائري على الوجه والرقبة حتى على دائرة العينين. هذا الكريم يزيل علامات التقدم في السن من الوجه والرقبة ودائرة العينين، يعالج مشاكل انتفاخ حول العين وتحت العين، يعالج مشاكل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين، لأن الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ويصلح لكل منطقة حول العين. يضرب عدة عصافير بحجر واحد، يعالج مشاكل البشرة ومشاكل دائرة العينين والرقبة. استخدميه وداومي عليه. الكريم صالح لمدة 2 أسبوع في الثلاجة، ثم بعد ذلك اصنعي كمية جديدة. جربيه وداومي عليه واكتبي لي رأيك في التعليقات. هي وصفات طبيعية بمكونات بسيطة متواجدة في المطبخ، إن لم تنفعك لن تضرك. إذا لا تتواجد عندك مكونات هذا الكريم، استعملي مكونات كريمات ثانية متوفرة في القناة. شكرا على الدعم وعلى الثقة وعلى التواجد الراقي في قناتي. عملوا لي لايك للفيديو واشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس أعزائي من أجل أن يصلكم كل جديد من وصفاتي الناجحة فور نزولها. تابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقعي الإلكتروني عالم هبة للوصفات الطبيعية، فيه مقالات رائعة فيها وصفات ممتازة لكم. سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف. أهلا وسهلا، شكرا بزاف وسلام.